مشاهدي متابعي قناة سامراء الفضائية، وأكيد بعدها جولاتنا مستمرة بداخل معرض بغداد الدولي. ومثل ما تشوفون يوميا ندخل بجناح وندخل ببوث وتشوفون تفاصيل حلوة بهاي المشاركات من جميع الدول العربية والأجنبية اللي موجودة. اليوم دخلنا بهذا البوث، راح أشوفكم فد شغلة. تعرفون شنو هاي؟ مبردة. مبردة، بس شنو هاي المبردة؟ شنو تفاصيلها؟ شنو هاي الشركة؟ شنو تجون؟ شنو التفاصيل اللي بيها؟ حنعرف هاي التفاصيل بداخل هذا البوث عن هاي المبردة، لكن مو مبردة عادية، بها تفاصيل متفرعة هواية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي علي شمس الدين، المدير التنفيذي لبريز اير في العراق. سلمك. أريد أعرف، احنا كنا نعرف مصطلح المبردة. مبردة عن مبردة تفرق. أكيد. شايف المبردة من تعطل من بد القايش كل ساعة؟ صحيح. احكي لي عن تفاصيل الشركة مالك. طبعا بريز اير هي شركة استرالية لإنتاج المبردات، يعني يصلح لنظام التبريد التبخيري. حقيقة المبردات مالتنا تتميز بتقنية جدا عالية، من خلال مثل ما تعرف انت قلت انه مبردة يتبدل بها قايش، يتبدل يصير بها طين او اتربة. بريز اير قدرت تتجاوز كل هاي التفاصيل، انه التكنولوجيا المستخدمة بالحلفات بالماطور انه ماكو قايش بها، لان تكون بنكة توربو. بنفس الوقت بها نظام ادارة جودة المي، انه تتحكم انه المي من يكون مالح او به خلينا نقول نوع من الاتربة تطرده برا. قوة هواء قوية، الفايبر جلاس المصنوع من عند المبردة ضمانه 25 سنة. ما شاء الله. بالضبط. الشركة الاسترالية طبعا يعني صار اكثر من 20 سنة تنتج هذا الشيء، عندها اكثر من تنتج اكثر من 40 ألف مبردة سنويا، واحنا كوكلاء حصريين للشركة في العراق الحمد لله قدرنا نحقق نجاحات اخيرة 3 سنوات، لان احنا الهدف من عندنا انه نوفر اجهزة تبريد قليلة استهلاك الطاقة الكهربائية وصديقة أيضا للبيئة. يعني مثل ما تعرف الاير كونديشنينج يحتاج طاقة كهربائية عالية، يحتاج تكلفة عالية. احنا ويا بريز اير نقدر نبرد مكانات كبيرة مثل الجملونات، ورش صيانة السيارات، معارض السيارات، المعامل، المصانع، أماكن إنتاج الأغذية بأقل طاقة كهربائية وبأقل كلفة. حلو. نعم. حلو. تفاصيل أكثر أريد أعرفها من شباب الموظفين جوا داخل الشركه. مشاهدينا الكرام، حنعرف التسويق مالتها، الوكلاء مالتها بداخل العراق. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الحمد لله. زين، شلون شفتي اول شغله ان اليوم اقبال الناس، اليوم اكو ناس جوي الى الشركه مالتكم استفادوا من هاي المبردة اللي هي المبردة شفنا بها تفاصيل كلش حلوة مثل ما قالها الأخ؟ والله هاي الأقبال كلش هواية، يعني أكثر الناس اللي يجون يعني فكرة جديدة، وبنفس الوقت يعني تعرف هي بها هواية مميزات، راح تقلل الكهرباء، راح تقلل يعني من المصاريف نقدر نقول، يعني تعرف احنا هنا بصورة عامة الكهرباء عندنا ما مستقرة بعض الأماكن، فهذا الشيء زين يدخل لنا استثمار جديد يفيد الطرفين، يفيد الطرف مثلا اللي مستهلك انه هو يقلل قلت لك من انه اليوم من جوي صار اكو اقبال، اكو احد قال لك انا راح اشتريها؟ وين الوكلاء مالتكم؟ نعم، اغلب الشركات اللي موجوده هنا هم جوي، ويعني صار اكو تواصل بيناتنا، وان شاء الله يعني قريب يعني حتصير هواي مشاريع حلوه. واحنا اكو بعض المشاريع احنا منفذيها بالعراق، شركة تويوتا وشركة لكزس وبعض المصانع همينة، وان شاء الله جاية يعني اقوى واكثر. شكرا ان شاء الله. عفوا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ تعالنا خلينا نوقفنا على الاقل، شلونك؟ شلون امورك؟ اهلا بك. الحمد لله. الوكلاء اللي عندكم بالعراق انتوا هاي شفنا فشي جديد. نعم. دخل للعراق. نعم. اليوم الوكلاء مالكم بجميع المحافظات العراقيه لو فقط ببغداد؟ اهلا وسهلا، احب اعرف عن نفسي اول شيء. انا رحمه العاني، مديره التسويق لشركه بريز اير الاستراليه. الوكلاء احنا وكلاء حصريين رسميين من الشركه الاستراليه الام. هذه فرصة أيضا للمستثمرين والتجار العراقيين نبحث عن وكلاء بجميع محافظات العراق، لأن أكيد الماركت العراقي كبير كلش ببوتنشيال عالي كلش للمشاريع، فنحتاج وكلاء حقيقة حاليا. فإحنا مهتمين أي أحد عنده اهتمام أن يكون مستثمر العفو وكيل داخل العراق أهلا وسهلا به، يجي وإن شاء الله يتم الاتفاق كاملة.
بالحقيقة احنا المنتج بحثنا، احنا قسم التسويق دراسة سويناها قبل نستورد المنتج من استراليا، كان اكو يعني شفنا بالماركت العراقي نقص كبير بالمنتجات الأصلية من الشركات الرصينة مثل استراليا وغيرها، يعني مثل ما تعرف انت المنتجات الصينية مكتسحة السوق حاليا، فنحتاج لمنتج خلينا نقول عمره طويل يقاوم لدرجات حرارة الجو العراقية اللي هي 50 وفوق. فسوينا تواصل ويا الشركة الأم سيلي انترناشنال، فأخذنا سامبل بالبداية وسوينا تيست لدرجة حرارة العراق بغداد وحتى بالبصرة اللي هي تعبر 50 درجة مئوية، كانت ممتازة جدا، تجارب كلها ناجحة والحمد لله. مشينا بمشاريع ضخمة جدا، استهدفنا المصانع، معامل، معارض سيارات، جراجات سيارات، ورش تصليح، مخازن، والحمد لله كلها كانت تجربة وزاد الإقبال عليها. زاد الإقبال. زين بالبيت؟ نعم. تكون بالبيت لو ما تكون داخل المنزل؟ يعني لحد الآن بس البيوت اللي مساحاتها كبيرة جدا فقط. هسه هي حاليا يعني المساحات الكبيرة، المساحات الجلسات الخارجية للمطاعم، مساحات مفتوحة، جملونات عالية، يعني يكون هو تنصيبها بأعلى السقف ونظام دكتات تنزل. الاستخدام المنزلي يعني مو هالقد عليها قبالي حد. شكرا. شكرا لكم، أهلا وسهلا. طبعا مشاهدين الكرام، اللي شيء اللي شفناه نعرف احنا كل بيت عراقي اكو مبردة، لكن اليوم المبردات تفرق واشكال ضخمة وصغيرة، لكن اليوم هاي المبردة شيء جديد دخل للعراق، اكو اقبال عليها انه بدوا يوسعون بجميع المحافظات العراقية، اذا كانت مستشفيات، اذا كانت شركات، اذا كانت جراجات، المهم هاي المبردة. ومثل ما قالت الست، قالت قسنا درجة الحرارة، نعرف احنا بالبصرة تصعد فوق 50 درجة مئوية، لكن شافوا البرودة مالتها وتفاصيلها. يعني بصراحة الحمد لله والشكر، نلاحظ اليوم الانتاج اللي عندنا بالعراق شيء جيد، وهذا ينحسب الى المصانع العراقية، ونتمنى بدل ما تكون اكبر لنهاية تتحمل بالمنازل الكبيرة، ان شاء الله تكون اصغر حتى تكون بالمنازل الصغيرة. شكرا للمصور علي حسين، وأنا لكم بتقديم خطاب القصاب، وأقولكم في أمان الله.